طب لو انا عاوز في كل مره في كل ناحيه من البرانشنج يطلع لي كل مره مسج، في حاله الياس هيطلع لي مسج بان هو ناجح، وفي حاله النو يطلع لي مسج بان هو راسب. يبقى انا هحتاج هنا ان انا استخدم اف إلس. ازاي؟ هقول له انه انت عندك متغير، لما اضغط على الزرار بتاعي اللي هو اسمه نتيجه ده هياخد هو انا معرفه له متغير اسمه اكس، ده المكان اللي هيخزن فيه القيمه اللي موجوده في التكست بوكس. هيقول له حط في الاكس دي القيمه اللي موجوده في التكست بوكس اللي موجوده على الفورم، مي دي استدعاء للقيمه من الفورم. بقول له هات لي التكست بوكس ده، هات لي منه الدرجه اللي مكتوبه فيه وحطها لي في المتغير اكس، وبعد كده خش نفذ جمله الاف. الاكس اللي عندك اللي دخلت اكبر من او تساوي 50 اتبع مسج وقول ان الطالب ناجح، لو هي غير كده اتبع مسج وقول ان الطالب راسب واند للاف. طب انا دلوقتي عندي مثال تاني انا عاوزاكم انتوا تجربوا وتشوفوا اذا كنتوا هتعرفوا تعملوه مع نفسكم او لا. احنا درسناه في الترم الاولاني وقلنا انه ازاي نحدد انه الرقم اللي عندنا اللي داخل ده رقم زوجي او فردي. قلنا ان احنا هناخد الرقم ونقسمه على 2، لو في ريميندر يعني في متبقي يبقى الرقم ده فردي، لو ما فيش ريميندر يبقى الرقم ده زوجي. في الكودنج انا بستخدم كلمة مود. مود دي معناها انه لو انا قسمت الان الرقم اللي داخلي على 2 وطلع لي ريميندر، لو كان الريميندر عندي بزيرو يبقى الرقم ده فردي، إلس يبقى الرقم ده سوري ان الرقم ده زوجي، لو إلس يبقى الرقم ده فردي. ثالث حالة عندنا احنا قلنا عليها ان انا يبقى عندي اكتر من 2 برانشز، يبقى عندي 3 زي في حالة درجة الحرارة. درجة الحرارة ممكن تبقى بتساوي الصفر او اقل من الصفر او اكبر من الصفر. طب انا هعملها ازاي؟ الكود اللي هيساعدني في الوقت ده حاجة اسمها select case. انا عندي 3 حالات، حالة بتكون درجة فيها درجة الحرارة فيها بتساوي زيرو، وفي حالة اقل من الزيرو، وفي حالة اكبر من الزيرو. هو عرف هنا متغير اسمه ديجري وقال ان هو سنجل. خش جوه الكود وقول لي ان الديجري دي هات لي الفاليو بتاعتها من التكست بوكس، يعني هاتها لي من اليوزر من على الفورم، وادخل نفذ جملة السيلكت. السيلكت كيس بتقول ايه؟ في حالة ان الديجري اللي موجودة عندي بتساوي زيرو اكتب لي اطبع لي مسج قول ان هي صفر، لو في حالة ان الديجري اقل من زيرو اطبع لي مسج وقول لي ان هي تحت الصفر، لو في حالة اكبر من زيرو اطبع لي مسج وقول لي فوق الصفر، لو في حالة ان هو ضغط على الزرار بتاع فحص درجة الحرارة من غير ما يدخل درجة حرارة في التكست بوكس هيطلع له مسج يقول له ادخل العدد. هنا برضو another example، اقروه برضو وشوفوا هو عامل ايه علشان يديني ان انا اختار من هنا من الكومبو بوكس.